تمكن فريق نصر حسين داي من تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد فوزه بهدف دون رد على جمعية شلف من توقيع لاعب سعمار، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب 20 أوت، وبهذا يرفع نصر حسين داي رصيده لست نقاط في المركز 15 بعد 3 هزائم و3 تعادلات وفوز واحد. وليد معمري عاد بالتالي. ليكيب ادفيرس راتي ان بيت توفي قبل جست قبل ما نماركيو البيت. On a tenu bon, on a tenu bon avec la volonté de tout le monde. Les joueurs étaient solidaires. On a réussi à marquer le but في وقت حساس جدا. قعدنا باسيون، استنينا حتى الدقائق الأخيرة، الحمد لله ربي كرمنا وسجلنا الهدف هذاك اللي كان هو مفتاح المقابلة. الحمد لله احنا الأداء اليوم تاعنا كان مليح فوق الميدان، طبقنا التعليمات بيان كوم يلفو، لي جوار كانوا واقفين بيان، كنا كونسيون واش كان يستنى فينا. الحمد لله ما يخفالكش باللي كملنا الماتش اديس وماركينا كنا اديس، هذا يبين باللي الفريق عنده شخصيه. مي واحد لازم يتقبلها، لازم يزيد يعمل يزيد يخدم. وزيد على هذا نظن باللي غياب بعض اللاعبين شويه نظن باللي اثر شويه في الفريق، كان لاعب قدو بالجلالي بالعويداد بنقرينا بالحمل، هذو اللاعبين كلهم عندهم وزن تاعهم في الفريق. نظن باللي هذه فوا اكسبتين نتم ونخدموا ان شاء الله بنحسنوا المردود تاع الفريق في المستقبل في المقابلات اللي جايه. كشف المانجر العام لنصر حسين داي شعبان مرزقان كشف بأن الفوز المحقق على حساب أولمبيا إشلف من شأنه أن يحرر التشكيلة، مؤكدا بأن الطاقم الفني الجديد لنصرية سيعرف هويته قريبا. ايه ان شاء الله كما نقول لك لو تران سيرا سير دو بون راي. كفاكش احنا نحترموا الفرق هذه ونحترموا المدربين اللي راهم بالعقود وغير قادرين باش نتكلم على المدرب الجديد. احنا ماذا بينا يكون طاقم فني بيان سير علي لا ديباني افيك سون ستاف تكنيك تاع لي زيسبوار مشكورين الاراده اللي كانت عندهم، وعندنا الوقت الكامل باش يكون طاقم فني على الراس العريضه.